بعدين دقيقة، تعال تعال، هلا منو ذا اللي طالع على الساحة جديد؟ مين؟ في واحد طالع على الساحة جديد يسوي كذا. من هو؟ ما ادري والله مين يصور مقاطع، انا شفته في الاكسبلور، دخلت حسابي يسوي كذا. يا اخوي. انت جنيت مثله يا اخوي، بكره يحطون ناصر مجنون حديها، ما اعرفه والله. اها، ولد خالد دن، هو نفسه اي تشوفه كيف يصور، بس انه والله ما يعرف يتمالح. يا وش ذا رجال، التميل اللي تهز راسك؟ شو تخنت اياها؟ ما ادري والله اذا هي موجوده. اوكي، ايه لا اوصيك، وش اللي اوصيك؟ يخرب علينا ذا. انا بسالك سؤال، ها من هو هذا الجديد؟ مي. هذا اللي يسوي كذا، من هو؟ قرش وش مين يسوي كذا؟ هذا اللي ما ادري، في واحد في التيك توك لا جاي يصور، قال ولد خالتي المروح، ولد خالتي. ما هذاك اللي يسوي كذا ولد خالتي لو سمحت، يعني هو بالرياض. بالرياض. ايه بالرياض. انتبهي، اسمعي اسمعي، قولي له انتبه، لا يمشي برجوله على السيارة يعني في الشارع ولا شيء، يمكن تجي تشارجر تصدمه بالغلط ولا شيء، فخليه ينتبه. يعني ترى دايم الشوارع لا حد يقطعها، حتى انتم يا شباب انتبهوا، لا حد يقطع الشارع وهو ما يشوف في سيارات ولا لا، لان ترى والله انتبهي، قولي له لا تجي تشارجر. ولد خالك ذا كم له موجود في التيك توك؟ والله جديد توه. الزبده، انتبهي انتبهي انتبهي، نفس ما قلت لك، انتبه وش، وانتبه وش، علمي ولد خالك، ها قولي له انتبه، تمشي في الشارع وتقطع الشارع وانت ما تشوف السيارات، ترى بتجيه تشارجر بتقشه توطاه توطي، انتبه، خليه يشوف يمين يسار قبل لا يقطع الشارع، بتجيه تشارجر زرقاء طبها اليمين مكسور. هو وين ساكن فيه؟ اي حي؟ آه خلاص، نفس الحي في تشارجر، هذاك واحد سربوت دايم يصدم العرب، اذا شاف واحد يمشي كذا يصدم حبيتك بذا.